السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة جريد 6 في قناتكم ايزي ساينس اند ماس. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد أول ريفيجن مع بعض. هنبدأ نحل في الإكزامينيشن بتاع كتاب المعاصر. هنبدأ بأول جوفرنيت، بأول محافظة اللي هي كايرو في بيج 54. ياريت تبدأ انت تحل الامتحان الاول وبعد كده تشوف الحل عن طريق الفيديو، او توقف الفيديو وتشوف الاجابة بتاعتك صح ولا غلط. فيلا بينا نبدأ. عندي 2 over 3 2 over 3 2 2 2 over 3 تاني. فهنعمل ايه؟ هناخد الفراكشن ده الامبرور، هنعمل له ايه؟ هنرفعه. هنرفعه ازاي؟ بالكالكيوليتر، او لو انا شاطر بقى وعارف ارفعه هنعمل 2 تايمز 3. 2 تايمز 3 ايكوال 6، 6 بلس 2 يبقى 8 ديفيجن باي 3. بنعمل ازاي؟ 2 تايمز 3 ايكوال 6 تايمز 2 تايمز 3 ايكوال 6 بلس 2 تايمز بعد كده بلس تايمز وبعد كده بلس 2 تايمز 3 ايكوال 6 وبعد كده بلس 2 ايكوال 8 اوفر 3. يبقى عندي الفراكشن 2 اوفر 3 ل 8 اوفر 3. طب انا عايزه امشي 3 دي اعمل ايه؟ اعمل ملتي بلاي فوق في 3، ملتي بلاي هنا في 3. 3 دي تروح مع ال 3 دي، ال 3 دي تروح مع ال 3 دي، تفضل عندي ايه؟ 2 الى 8 اللي انا هعمل لها ديفيجن باي 2. يبقى هيتفضل عندي ايه؟ 1 2 4. يبقى الإجابة عندي إيه؟ 1 2 4. دي أول إجابة عندي. طب نمبر 2 بتقول لي إيه؟ بتقول لي عندي x plus 4 division by 4 2 equal 5، وعايز قيمة إيه؟ عايز قيمة x، عايز find x. يبقى x plus 4 over 2 equal 5. يبقى هنعمل إيه؟ إحنا عايزين كل الـ x دي تخليها مع بعضها، فهنقول x plus 4 equal 2 تايمز 5 بكام؟ ب 10. وناخد الفور دي نوديها هنا بنيجاتيف بإشارة مخالفة ليها، كأني بقول إن هي هنا هتعدي القناة دي أو هتعدي الإيكوال 2، بس هتعدي بدل ما هي بوزيتيف هتبقى إيه؟ نيجاتيف. فالإكس عندها تبقى 10 ماينس 4 اللي هي تبقى إيه؟ يبقى الإجابة عندي إكس إيكوال إيه؟ إيكوال 6. نمبر 3 عندي 5 دي سي متر كيوبك إيكوال كام لتر؟ احنا كلنا عارفين ان الدي سي متر كيوبك هو هو اللتر، فهي هي ايه ال 500، هي هي ايه ال 500. طب هيقول لي ذا رينج اوف ذا فاليو 5 4 8 12 7 اس كام؟ كلنا عارفين ان انا بجيب الرينج ازاي، ان انا باخد الرقم الماكسيمم. كام الرقم الماكسيمم هنا؟ 12. باخد الرقم الماكسيمم اللي هو 12 وباخد الرقم ايه المينيمم. اعمل ايه؟ بعمل لهم عمليه سب تراك. تبقى الرينج عندي نتذكره كلنا مع بعض الرول بتاعه، الرينج ايكوال ماكس ماينس المينيمم الكبير ماينس الصغير. الكبير عندي هنا 12 والصغير عندي هنا 4، ف 12 ماينس 4 ايكوال ايه؟ ايكوال 8. ايكوال ايه؟ ايكوال 8. يبقى الاجابه عندي ايه؟ الاجابه عندي ايكوال 8. اوكي طيب يلا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بتقول لي ايه؟ انا عندي الريشيو دي هاف تو ثيرد تو 40، وعايز الريشيو دي كام؟ كده احنا كده من ان احنا نشوف 2 3 و 4 الهاي كومن ما بينهم، الهاي كومن هو اللي ما بينهم اللي هو 12، فانا هضرب فوق في كام؟ في 12. طب 12 في 2 12 by 2 12 by 4، فهتبقى عندي ايه؟ 6 to 4 to 3، ودي هتبقى ايه؟ الإجابة عندي. اوكي another examples. عندي example number 6 بيقول لي if the length in the wrong is 2 cm and the rear length is 20 meter then the drawing scale equal كام؟ طب احنا كلنا عارفين او اغلبنا الشطار جريد 6 عارفين ان الدراونج سكيل ايكوال ايه؟ ايكوال الدراونج لينس اوفر اللينس ان رياليتي، مقياس الرسم اللي انا بقى ارسم بيه على الماب، واوفر على ايه؟ على الرياليتي او الحقيقه. خلاص طب لازم عندي شرط هنا ان انا احققه، ان انا لازم كل اليونتس تبقى زي بعضها، ما ينفعش ان انا اخد سنتيمتر ومتر. فهعمل ايه؟ هقول ان انا عندي دراونج سكيل ايكوال 2 سنتيمتر. طب والرياليتي في الحقيقه كام؟ الريال لينس
20. طب ال 20 دي ينفع ان انا اقسمها كده؟ لا، لازم ايه، اعمل احول المتربس بتاعها الى ايه، الى الى سنتيمتر. يبقى هعمل ايه، هعمل لها ملتبلاي باي ايه، باي 100. طب يبقى هتفضل عندي كام؟ 2. لو هعمل ديفيجن 10 يبقى المقياس بتاعي 1 2 1000 1 2 ايه 1000. another example the seventh بيقول if a is half p a half p and 2 and and p is twice c p is twice c then a to c to b twice من c. طب بعملها ازاي؟ بعملها حرف n a to b to c a to b 1 الى 2 1 2 2. طب b to c عباره عن ايه؟ 2 2 1. دي الدينوميراتور بتاعها ايه؟ equal 1. وبعمل حرف ال n اوكي 2 في 2 4 2 تايمز 2 4 2 تايمز 1 2 2 تايمز 1 2 اوكي. طب وبعد كده هو عايز مين؟ هو عايز a to c. a to c هاخد الارقام اللي تحتهم كل واحده فهتبقى 2 2 2 اللي هي لما اعمل ديفيجن باي 2 هتبقى ايه 1 2 1 ودي هتبقى ايه الرايت انسر بتاعتك. طب ناخد نمبرز 8. نمبر 8 بيقول لي ايه 6 hour to 1 day 6 hour to 1 day 6 hour to 1 day. بعمل convert او change للكبير، الكبير اللي هو ايه الday عبارة عن كم hours في 24 يبقى 6 hour to 24 hour. لما اعمل division by 6 اللي هتبقى 1 2 2 كام 2 4 ودي تبقى ايه الرايت انسر بتاعتك 1 2 4. اهم حاجه بتحول الكبيره والصغيره عشان ما تغلطش. الكبير اليونتس الكبيره بحولها اليونت ايه صغيره. اليوم الواحد فيه كام ساعه؟ في 24. وبعمل ديفيجن ما بينهم على ديفيجن باي ايه باي 6. عايزه اشرح لكم دي لو انا عندي او افكركم بيها. لو انا عندي 20 برسنتج اوف 500 انا عايز اجيب 20% من الرقم ده. بعمله ازاي؟ بحوش بس كلمه اوف واخلي مكانها ايه ملتبلاي يبقى تبقى 20 ديفيجن باي 5 اللي هي بحوش كلمه البرسنتج كاني دي كلها كانها 20 اوف 5 اوف هنا اخليها ملتبلاي 5 اوف هخليها ايه ملتبلاي 5 وبالكالكوليتر اطلع ايه الفاليو دي. اوكي فاكرين دي؟ طب يلا نشوف المثال اللي هو جايبه في الامتحان ده. المثال ده بيقول ايه if 20 of a number لو انا عندي 20% من رقم equal 80 equal ايه 80. طب الرقم ده equal كام؟ طب المسألة دي عندي عكس المسألة اللي فوق. المسألة دي الاكزامبلز ده اللي هو في الامتحان في الاكزامز عكس المسألة دي. ازاي؟ هو هنا عايز الرقم ده، الرقم اللي هو ايه انا كنت هو كان بيدهوني فهو هنا عايزه. فهنا اعمل ايه؟ انا عندي ال 20 برسنتج دي تايمز النمبر اللي هو عايزه ايكوال 80 ايكوال ايه ايكوال 80. يبقى انا بس ترجمت الكلام اللي هو كاتبه الايه للسيمبلز او نيوميريكال. اوكي طب انا عايزه ال n عايزه النمبر ده فهعمل ايه؟ اخد اللي معمول له ملتبلاي مع النمبر اقسمه على الديفيجن اعمله ديفيجن باي 80 يبقى تبقى 80 ديفيجن باي ايه 20 20 ايه 20 برسنتج اللي انا ممكن افكها ازاي 20 دي 20 ملتبلاي ايه ملتبلاي 20 ديفيجن باي ايه باي 100 اللي هي بقالتك او بالكالكيولاتر بتاعتك هتجيب النتيجه بتاعتها اللي هي ايكوال كام اللي ايكوال 400 ايكوال كام 400. اوكي طب ممكن نقولها تاني على السريع. انا عندي هنا ايه بيقول لي 25 percentage of a number is 80 is كام is 80 يعني 20 number of خليتها multiply number n equal 80 خلاص. طب انا عايز ال n دي او عايز ال number ده يبقى ال n ده بيساوي 80 division by 25 percentage وبالكالكوليتر انا اقدر ايه اطلع النسبة دي ببساطة خالص اللي هي كام 400 اللي هي كام 400. طب عندي هنا نمبر 10 بتقول لي the opposite data are quantitative except that كل اللي عندك ده عددي ما عدا مين؟ عندي tools انا بعبر عنه بالارقام بالنيوميريكال والويت
وال age كلهم بعبر عنهم بإيه؟ بالأرقام ما عدا مين؟ ال favorite color، يبقى الإجابة بتاعت إيه؟ favorite color. عندي the base area of cupid is 12 سنتيمتر square سنتيمتر and its volume is 6 سنتيمتر، then its height كام؟ ببساطة خالص أنا عندي ال volume بتاعي equal كام؟ equal إيه؟ length times width times mean times height. طب هو عندي عايزني مديني ايه؟ مديني البيز اريا، ما اخافش بقى واقول لا ده انا القانون اللي حافظه لينس في وايت في هايت، ابقى انا هجيب البيز منين؟ كلنا عارفين ان البيز للريكتانجولر او البيز للكيوبويد بيساوي ايه؟ بيساوي اللينس في ايه؟ الويتس، يبقى انا هحوش دي كلها واحط مكانها ايه؟ كلمه بيز. طب الهايت عندي هجيبه ازاي؟ يبقى الهايت ايكوال في اوفر ايه؟ اوفر بيز. بسطة خالص الرقمين اللي عندي الفوليوم اللي هو 6 ديفيجن باي 12 اللي هو ايكوال كام؟ هاف هاف سنتيمتر، هاف سنتي ايه؟ هاف سنتيمتر، ودي تبقى الاجابه بتاعتي. كمان ممكن اذكرك بالمثلث بتاعي، انا عندي هنا الفي، عندي الثلاثه اللي من تحت اللي هو الاتش ملتبلاي الويدث ملتبلاي مين؟ الهايت. V equal height width length، height width length، أو ممكن نفس المثلث V من فوق أخد ال length وال width دول أحط مكانهم كلمة base، هيتفضل من عندي مين؟ ال H. لازم تكون حافظ الاتجاهات أو أماكن الرموز بتاعتك علشان ما تتلخبطش. سؤال حلو خالص اهو، بيقول لي ايه؟ if the sum of edges lengths of a cube is 12 سنتيمتر then its volume of كذا. واحد هيجي ايه على طول ياخد ال 12 دي ويعمل لها multiply في نفسها ثلاث مرات ويقول لي ايه ده الرقم بتاع الفوليوم. طبعا ده خطأ. ليه خطأ يا مس؟ عشان هو بيقول لي ايه sum of edges. يعني ايه sum of edges؟ يعني مجموع الحواف. طب انا عندي كام حافة او كام edges للكيوب؟ عندي 12، يبقى مجموع ال 12 ده كام؟ يبقى هو 12 by 12، يبقى الedge عندي الواحدة او اللينس edge بتاعي كام؟ كان 1. طب ال 1 دي لما اجيب الفوليوم بتاعها هتبقى ايه؟ 1 multiply 1 multiply 1 multiply 1، 3 1 مضروبين في بعض او معمل لهم تايمز، اللي هي تبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ 1 سنتيمتر كيوبيك او كيوبيك سنتيمتر. اوكي خدوا بالكم من الالفاظ في الامتحان. طب if a man drinks 3.4 liters of juice weekly then the rate of what he drinks daily is كذا. هو بيشرب 3.5 liters of weekly. اخد بالي بقى من ايه؟ من الكلام. اخد بالي من ايه؟ من الكلام. احنا واخدين ان الريت دايما، الريت دايما باخد اول واحد بقسمه على ايه؟ على تاني واحد. اوكي طب انا عندي هنا كام؟ 3.5 بير ايه؟ بير ويك. بير ايه؟ بير ويك. لو هو كان عايز المساله دي لتر بير ويك، لتر بير ويك، كانت هتطلع الاجابه ايه؟ 3.5. اما هو عايزها ايه؟ بير داي. عايزها ايه؟ بير داي. طب ما دام الويكس هنا، الويكس كان فيه كام داي؟ في 7، يبقى هقسم 3.5 over 7 اللي هي بالكالكيولاتر بتاعتي هتديني ايه؟ هتديني هاف. اوكي هتديني ايه؟ هتديني هاف. نمبر 2 في كومبليت بتقول لي ايه؟ 250 جرام تو هاف كيلو جرام في السمبلست فورم. طب هنبدا نكتبها هنا بس في ورقه بره. طب احنا لازم هنا الكيلو جرام والجرام لازم احنا الواحده فيهم نحولها للثانيه، فهناخد الكبيره نحولها لايه؟ للصغيره. ف 250 جرام equal half الكيلو جرام، عشان احولها لجرام لازم اعمل لها multiply او times by 1000 اللي هتبقى 500، يبقى عندي 250 to 500. كده المسألة بقت ريشيو بسيطة جدا، هعمل division by 205 اللي هتبقى 1 to 2. كده المسألة بتاعتي تبقى ايه؟ خلصت. طب عندي a tractor plows 28 fidens in 4 hours then the time which is needed to plow 42 fidens in the hour. سهلة خالص وبسيطة جدا، هنكتبها ازاي؟ انا عندي plows او محراث بيعمل 28 fidens كل كام؟ كل 4 hours. خلاص اوكي اهو، هو بيعمل ايه؟ 28 فدنز، بيعمل بلافز او بيحرث 28 فدان 28 فدنز
كل كام؟ each 4 hours. طب هو عايز هياخد كام ساعة لو هيعمل لي 48 فدنس هيعمل لي كام ساعة او هياخد لي كام ساعة؟ فدي عدد الاورز اللي هو عايزها. فعدد الاورز هتبقى ايه؟ هنعمل المقص بتاعنا اللي هو هتبقى كام؟ 42 times 4 division by ايه؟ 28. 42 times 4 division by 28 وبالكالكيوليتر بتاعتك هتطلعها هتطلع تقريبا 6. هتطلع ايه؟ 6 hours. هتطلع 6 hour ودي تبقى الاجابة الصحيحة بتاعتك. Another example بيقول لي the percentage is a ratio whose second term is a is 100. دي سهلة خالص. If we dispute 300 pounds between two person and the first share is half the second share, then the share of the first is compound. دي سهلة خالص. يعني أنا عندي 300 جنيه 3 pounds قسمتهم. الفيرست خد half a second. الفيرست خد half a second. يبقى الفيرست خد كام؟ بالعقل كده هياخد ايه؟ 200 pounds. اوكي؟ طب عندي بيقول لي ايه؟ 2x69 البروبورشنال ده الازن x ايه equal كام؟ طب دي برضو من الحاجات البسيطة جدا. يبقى 2 و x و 6 و 9 هنكتب 2 over x equal 6 over 9. يبقى ال x عندي equal ايه؟ مقص اهو. يبقى 9 multiply 9 division by 6. اوكي؟ اللي في الاخر هتطلع كام؟ بالكالكوليتر او بدماغك الحلوة هتطلع ايه؟ تطلع 3. x equal ايه؟ equal 3. طب اللي بعديها بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي a b c d ده is parallelogram. ماله البارالوجرام ده؟ لازم اعرف البارالوجرام واكون متاكد يعني وحاجات كده حاططها اساسيه او برينسيبلز عندي في دماغي ان اي اتنين adjacent. اي اتنين adjacent يعني ايه adjacent؟ يعني جنب بعض. الصم بتاعهم او مجموعهم equal كام؟ 180. واي اتنين opposite. اي اتنين opposite equal to other يساوي بعض. يعني لو اتنين قصاد بعض equal بعض. لو اتنين جنب بعض الانجلز يبقى equal a equal 100 مجموعهم sum بتاعهم equal 180. اوكي؟ طب انا عندي هنا ايه؟ اول حاجة عندي measure angle a. measure angle a. angle a جنب مين؟ adjacent angle b. يبقى قلنا مجموعهم الصم بتاعهم 180. يبقى a دي هتساوي ايه؟ 180 minus 100 equal a 80 equal a 80. طب the ratio between measure angle B and measure angle C equal كذا. Another examples بيقول لي ايه the ratio between measure زاوية B angle B and measure زاوية C equal كام في simplest form بتاعه. طب انا عندي measure B equal كام؟ هو مدهاني equal كام؟ 100. طب و C هي عندي؟ لا مش عندي يا مس، بس انا ممكن اقدر اجيبها. ازاي؟ انا لسه قايلة الادجسنت او اللي جنب بعض يعتبر 100 مجموعهم الصم بتاعهم 180. فدي هتبقى ايه؟ 80. او كمان احنا لسه جايبين ايه جايبينها بكام؟ ب 80. واحنا قلنا التول اوبزيت انجل الاثنين اللي قصاد بعض اوبزيت يكونوا ايه؟ ايكوال. يبقى دي ايه تساوي سي يبقى ايه ايكوال 80. طب يبقى 100 الريشيو هتبقى ايه؟ 100 اوفر 80 0 مع 0 ديفيجن باي 2 يبقى اديني 4 division by 2 يديني 5 يبقى الريشيو بتاعتي 4 to 5 to 4. اوكي؟ طب ناخد بنكمل. if a plus p equal 10 سنتيمتر. انا بيقول لي ايه؟ لو انا عندك a plus p c a b plus p c الاثنين اللي جنب بعض دول equal 10. the perimeter of the parallelogram a b c d equal كام؟ طب احنا كلنا عارفين ان الاثنين two parallel. البارالوجرام الاثنين اللي فيه كل تو انجل كل تو سايد ار ايكوال ار بارالل اند ار ايكوال يعني متوازيين ومتساويين. التو سايدز بتوعه اي تو سايد اوبزيت متقابلين بيكونوا بارالل وبيكونوا ايه؟ وبيكونوا ايكوال. يبقى عندي دول 10 يبقى عندي دول 10 كمان دول هنا 10 وعندي دول 10 كمان من هنا يبقى هما الباراميتر بتاعه ايكوال ايه؟ ايكوال 20 سنتيمتر. كمان اف اي بي ايكوال بي سي. لو انا عندي اي بي ده AB ده equal BC ده اللي دول تساوي بعض are equal. the figure ABCD is called A.
الشكل ده لو في ضلعين او تو سايد منهم ايكوال بعض هيبقى ايه؟ الاثنين التانيين كمان ايكوال بعض. طب يبقى الشكل الاي بي سي ده ايكوال يتسمى كولد ايه؟ حد يفكر كده ويقول سكوير، اقول له اجابه غلط. ليه اجابه غلط؟ ليه؟ مين يقول لي ان الشكل ده مش بيبقاش سكوير؟ ايوه يا مس، عشان السكوير الانجل فيه كام؟ السكوير الانجل فيه كام؟ از رايت، تكون قايمه. اما عندي هنا الشكل ايه؟ نوت رايت. امال بيكون ايه مس؟ بيكون رومبس. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ رومبس. بيبقى الشكل اسمه ايه؟ رومبس. مش كل اتنين كل السايدز بتوع ايه؟ ار ايكوال. اوكي، عندنا نظر اكزامبلز تاني. بيقول مريم بوت ا تي في سيت فور 1800 pounds after a discount of 10% calculate the price of the TV before the discount. معنى الكلام ده ايه؟ في مريم اشترت تي في دفعت كام؟ 180 after discount، يعني دفعت 1800 after discount. الديسكاونت ده كان عندي 10%. احسب البرايس اوف ذا تي في بيفور قبل ديسكاونت. انا عندي كده في الريشيو كنا بنقول ايه؟ عندي الكوست برايس او السعر بتاع التكلفه اللي هو بي 4 قبل ما نعمل ديسكاونت، وعندي ديسكاونت، وعندي السالري ده اللي هو ايه؟ افتر. طب انا عندي الكوست ايكوال ايه؟ 100%. طب عندي الديسكاونت كام؟ 10. طب السالري هيبقى ايه؟ هنعمل سبتراكت 100 minus 10 اللي هي equal ايه؟ 90%. طب انا عايزة ايه؟ عايزة الكوست ببرايس او السعر بتاع التكلفة او before discount، وهو عطيني ايه؟ السالري after discount، فهعمل مقص كده. اوكي، فالسي بي او الكوست بتاعها هيبقى equal كام؟ 100 multiply 1800 division by ايه؟ division by 90، اللي هتطلع لي by calculator equal to 2000 باوند. اوكي، كده المسألة تكون ايه؟ خلصت. Another examples بيقول لي a swimming pool in the shape of cupid whose internal dimension are 40 by 30 by 1.8 meter find its capacity. كلنا عارفين ان الكاباسيتي هي الفولم بس ايه؟ باللتر. طب عندي الفولم equal كام؟ its 3 dimension في بعض، هتبقى 40 multiply 30 times 180 هيطلع لي بالكالكيوليتر ايه؟ 2160 بس بايه؟ بكيوبيك مترز. بكيوبيك ايه؟ مترز. انا عايزه بس اعمل تشينج من كيوبيك مترز ده للليترز عشان تديني ايه؟ تديني الكاباسيتي. بعملها ازاي؟ بعمل multiply by 100، بضربها multiply by 1000، بضرب في 1000 علشان يتحول الكيوبيك مترز لايه؟ للليترز، فتبقى 1 06 30 وجنبها كلمة ايه؟ لتر. وانا كده ايه؟ حولتها من فولم لايه؟ لكاباسيتي. Another examples بيقول a map is drawn with scale 1 2. الرقم ده if the distance between two cities on this map is 4، يبقى ده ايه؟ اللينس ماب، اللينس على الماب. Find the real distance between the two cities in the kilometers. Okay. طب أنا عندي واخدينه أول سؤال كان عندي في الاكزامز ده إن drawing scale equal إيه؟ equal length drawing over length reality. الطول أو اللينس في الماب واللينس في الحقيقة أو في الريال. Okay. طب عندي drawing scale equal كام؟ هو مدهوني 1/6. اوكي، اللينس دراون هو مدهوني كام؟ 4 سنتيمتر. طب الريال بقى، اللينس ريال ايكوال ايه؟ هنعمل المقص بتاعي، يبقى اللينس ريال ايكوال 4 تايمز الرقم اللي عندي ده، بس الاجابه دي بايه؟ 24 بالسنتيمتر. بالايه؟ بالسنتيمتر. طب هو عايزها بالايه؟ عايزها بالكيلو. عايزها بالكام؟ بالكيلو. يبقى هعمل division by 100 علشان احولها لمتر من سنتيمتر، وبعد كده اعمل division by 1000 عشان احولها ايه؟ للكيلو، اللي في الاخر هتبقى الاجابة كام؟ 24 كيلومتر. يبقى انا عملت
division by 1 متر عشان احولها من سنتي للمتر، بعد كده عملت division by 1000 عشان احولها من متر لايه لكيلو متر. اوكي هناخد دلوقتي مسألة الفريكوانسي كيرف. بنتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها ان انا باخد اول 2 مارك او 2 نمبر من دول، بعمل لهم صم، بعمل لهم اديشن، وبعد كده بايه بقسمهم اوفر 2، يبقى 10 بلس 20. يبقى انا اخدت الاثنين دول 10 و 20 دول، اخدتهم مع بعض وقسمتهم على ايه ديفيجن باي 2 اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 15. اوكي وبعد كده هاخد ال 20 مع ال 30، اخد الاثنين دول كمان 20 بلس 30 ايكوال ديفيجن باي 2 اللي هتديني ايه 25. الاحظ ان انا من هنا لهنا كام؟ كان عندي 10، او اعمل سبتراكت ما بين ال 25 لل 15 هيديني 10، بعد كده ازود ال 10 دي، يعني من 15 انا زودت 10 بقيت 25، بعد كده 3 هتبقى 35، 4 هتبقى ايه 45. خلاص يبقى انا بزود بايه؟ بال 10. اوكي طب الجراف هرسمه ازاي؟ اهم حاجه ان انا ما استخدمش مسطره، انا هعمل دولاب المسطره بس الرسمه هتبقى ايه بايدي. هنا هعمل المارك الهوريزنتال ماب، عندي المارك اللي هي اللي بتزيد او اللي هي الفاريبل اللي هي بتتغير، الفاريبل بتبقى هوريزنتال، والنمبر اوف بيبلز اللي هو ايه عندي ثابت. اوكي وهعمل هنا دول هعملهم زي ما هم عندي اهم 10 20 30 40، فهكتبهم هنا اهو، ده الزيرو طبعا 10 20 30 40 50، هزود واحد من عندي هنا، هحاول ايه عندي 6 9 11 4، فهمشي على حسب ما موجوده عندي في الورقه بتاعت الامتحان. فمثلا انا همشي هنا ب 2 2 4 6 8 10 مثلا 12. اوكي طب اجي ارسم ازاي بقى؟ انا عندي هنا ما بين اول اتنين هاخد اول عندي سنتر 1 اللي هي كانت 15 وكانت الاجابة عندي ايه 6، فانا هاخد ال 15 هاخد مكانها هنا 6، فهنا ما بين ال 10 وال 20 هاخد ال 15 6 اهو في ال 15. طب بعد كده السنتر 2 انا جبتها ب 25 اللي هي اجابة كانت عندي 9، 25 عندي 9 طبعا ما بين ال 10 وال 8 وال 10 وال 8. طب عندي السنتر الثاني 35، ال 35 كانت 11، 35 هنا كانت 11 هنا بعد ال 10، وبعد كده عندي ال 45، ال 45 كانت 4 نزلت كمان اهو، وبايدي بوصل الكيرف بتاعي مش بالمسطره. اوكي وكمان انت هيبقى مظبوط معاك لانك انت بترسم على ورقه رسم بياني مخصوصه ليه، وبكده يكون عندي الامتحان خلص.